قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. المسؤولية هي الاستعداد التام لأي شخص للنهوض بالأعباء الموكلة إليه بأقصى قدراته. أن الالتزام هو جوهر المسؤولية، وبمقتضاها يحاسب المرء على أدائه لالتزاماتها. والحين بقول شعر عن المسؤولية. طفل ولكن لم يعد طفلا، لما قد هاله من مسلك الآباء، نضجت عوامل وعيه مما جرى من فتنة عمياء في الأرجاء. طفل تحمل هم شعب منهك، حتى غدا كهلا من الأعباء. قل للكبار هزمتم أطفالكم، وأضعتم الأحساء في الأبناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رهف من الأردن. اليوم سأقدم لكم مفهوم المسؤولية وأركان المسؤولية. مفهوم المسؤولية: تعرف المسؤولية بأنها التزام الشخص بما يصدر عنه من قول أو فعل. كما قسمت المسؤولية في المعاجم إلى أنواع، وهي المسؤولية القانونية والأخلاقية والاجتماعية والجماعية، أو تعرف بأنها قدرة الشخص على التحمل نتائج أفعاله التي يقوم بها باختياره مع علمه المسبق بنتائجها. كما أنها شعور أخلاقي يجعل الإنسان يتحمل نتائج أفعاله، سواء كانت أفعال جيدة أم أفعال سيئة. أركان المسؤولية: تقوم المسؤولية على 3 ركائز أساسية تسمى أركان المسؤولية، وتبين النقاط الآتية: 1- الرعاية، يقصد بها الاهتمام بالآخرين وإظهار الرحمة والحنان تجاههم. فكل شخص راع ومسؤول عن رعيته، كما هو حال الحاكم والمحكوم والرجل والمرأة والوالد والولد وغيرها الكثير. 2- الهدايا، تعد جزء من تحمل المسؤولية تجاه الآخرين، حيث تتضمن تقديم النصح والإرشادات لهم نحو القيم الاجتماعية السليمة والدعوة للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليكون الأنبياء عليهم السلام قدوة المثلى الاقتداء بهم. 3- الإتقان، تتجلى بالإتقان أروع الصور التعبد إلى الله تعالى والتقرب إليه، فالله يحب من عباده إتقان الأعمال على أفضل وجه ممكن وإخراجها بأفضل صورة، ومراعاة الله عز وجل أولا والضمير ثانيا. كانت معكم رهف من الأردن، والسلام عليكم. تعرف المسؤولية لغة بأنها التزام الشخص بما يصدر عنه من قول أو فعل. كما قسمت المسؤولية في المعاجم إلى أنواع، وهي المسؤولية القانونية والأخلاقية والاجتماعية. تعرف بأنها قدرة الشخص على تحمل نتائج أفعاله التي يقوم بها باختياره مع علمه المسبق بنتائجها. كما أنها شعور أخلاقي يجعل الإنسان يتحمل نتائج أفعاله، سواء كانت أفعالا جيدة أم أفعالا سيئة. مرحبا يا أصدقائي. أهلا يا رؤى، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. ماذا تعلمتم في الأسبوع الماضي؟ كنا نتناقش عن مشروع العلوم وعن فكرته، وقالت لنا المعلمة أن نأخذ كتبا من المكتبة لكي تساعدنا في فعل البحث. والتسليم سيكون الأسبوع بعد أسبوعين أقصد. إنني حزينة جدا، المكتبة لا تريد أن تجعلني أستعيد منها كتبا لأني لا أرجعها. ماذا بك؟ لماذا أنت تبكين؟ المكتبة لا تريدني أن أخذ منها كتبا. لماذا؟ ماذا فعلت؟ في المرة الماضية حينما أخذت الكتاب أضعته. إنها لا تستطيع تحمل المسؤولية، إنها طفلة. لماذا أنتم هكذا؟ لماذا تسخرون منها؟ أنتم هكذا تجرحون مشاعرها. أنا غاضبة منكم كثيرا. تتباهين الآن بأخلاقك وتكونين ضدنا؟ لماذا نحن أصدقائك للآن أصلا؟ صدمت كثيرا عندما قلت هذا الكلام. أكثر يا طلابي الأعزاء، لا شيء معلمتي، فقط ريم وسارة كانوا يستهزئون من لما. ما هذا الأمر؟ لماذا يفعلون ذلك؟ لأنني يا معلمتي استعرت كتابا وأضعته، وكل مرة أستحيل كتابا من المكتبة أضيعه. ولهذا عندما سمعت ريم وسارة هذا الكلام بدأوا في السخرية منها. لا تقلقي يا عزيزتي لما، سأعاقب ريم وسارة على هذا الأمر، وسأطلب من أمية المكتبة أن تعطيك كتابا، ولكن عيديني أن ترجعيه كما كان، وأن تتحملي مسؤوليتي إعطائك الكتاب. حسنا، أرجو يا أحبابي أن تتحملوا المسؤولية وأن تكونوا قدر المسؤولية، ولا تستهزئوا بمن لا يستحمل المسؤولية. والسلام عليكم.
علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.